عندنا واحد الاشكال تنعيشوه هذه واحد السنه من الزمان، عندما تم التمديد للكاتب العام واحد السنه اضافيه كما تقتضيه المساطر. لكن الكاتب العام السابق تمسك بالصفه ديالو ككاتب عام، الامر الذي لم ترضاه القواعد ديال المناضلين ديال الشركه، وقدموا في هذا الصدد مجموعه من العرائض للاتحاد المحلي للسي دي تي اللي حنا منضوين تحت اللواء ديالها، وكذلك قدموا نسخ من هذه العرائض للاداره ديال المؤسسه، غير راضين على بقاء الكاتب العام في هذه الصفه. وكنا دائما في لقاءات مع الاتحاد المحلي هنايا لتجديد الهياكل ديال هذا عبر الانتخابات، ولم يتجاوب معنا الا بالتماطل الا بالتسويف، ما داروش معنا شي حل يرضي. البارحه اللي هو اليوم الاخير للكاتب العام السابق، نفاجئ بواحد القرار رجعي ترجعنا اللور تزيد ازم وعبثي، اللي هو الاختيار ديال المجموعه من الاجراء دون الرجوع للجمع العام ديال الناس، دون المشاوره مع الاجراء اللي لهم الحق الحصري في اختيار من يندوب عنهم في كامل الحريه ديالهم، اختاروا واحد المجموعه اللي حنا ما قبلناهاش. حنا رافضين هذا القرار في الشكل وفي المضمون، في الشكل لانه لم يحترم القوانين الداخليه ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، وفي المضمون لان المجموعه المعينه غير مرضي عنها وما بغاوش ما بغاتش القواعد. هذا هو، وسوف نناضل باشكال سلميه حضاريه تراعي المصالح ديال المقاوله، وتراعي المصالح ديال الشغيله حتى نصل للهدف ديالنا، ولن يكون الا اختيار مكتب جديد بطريقه ديمقراطيه بالصناديق الشفافه، كما كاين الانتخابات في البلاد عندنا ديامات بالصناديق الشفافه، غادي نديروا الصناديق الشفافه وداخل السيدتي ان شاء الله تعالى. جينا حنا اليوم مطالبه للمركزيه النقابيه ديالنا اللي هي لا سي دي تي الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، المطالبه بتجديد المكتب النقابي عبر انتخابات وعبر صندوق التصويت هو اللي غادي يحكم، لان اصلا ديجا عندنا واحد الفراغ داخل المكتب النقابي ديالنا اللي هو مابقاش كيتشكل من الاعضاء ديالو كاملين، يعني ولاو الاعضاء ناقصين، يعني دونك خاصنا انتخابات باش نعاود واحد اعاده الهيكله لهاد المنظومه النقابيه داخل المؤسسه. وكاين واحد المشكل اللي هو مطروح، اللي هو الملف المطلبي السنوي ديال العمال، وحنا هنايا باش نناضلوا على هذا الملف المطلبي ديال العمال، وباش نشكلوا واحد المكتب اللي غيمثل العمال احسن تمثيل. ديجا المكتب اللي كاين ديجا ما بقاش عنده واحد القوه، ما بقاش عنده واحد الثقل داخل المؤسسه، ما يمكنلوش يجيب واحد الملف مطلبي، ولا ما يمكنلوش يهضر على واحد الفئه ديال الناس او لواحد المجموعه ديال العمال وهو غير منتخب. دونك وبهذه المساله هذه، زياده على ان الكاتب العام وصل سن التقاعد ديالو بعد تمديد له لسنه دون مشوره من العمال ودون موافقه العمال، جينا المطالبه بتجديد المكتب النقابي عبر الانتخابات، وباش نسرعوا الملف المطلبي، لان الملف المطلبي السنوي ديالنا بقات اربعه ديال الاشهر ان شاء الله ويسالي العام، دونك لو بيدجي ديالو باقي ما عرفناش واش غيمشي للعمال كما كل سنه او لا. دونك هنايا حنا امام محك، العمال ما قادرينش يصبروا على الحقوق ديالهم، وحنا جينا كنمثلوهم كمندوبين الاجراء باش نطالبوا باعاده تجديد واعاده هيكله ديال المكتب النقابي عبر التصويت ان شاء الله، ونتمناو من الله تكون اذان صاغيه من طرف المركزيه النقابيه ديالنا، ومن طرف المؤسسه ديالنا، ومن طرف المكتب النقابي ديالنا، باش نجدوا الهيكله، وباش يكون كل شيء بخير وعلى خير، ونكونوا لحمه واحده ان شاء الله، سبيلا للدفاع عن حقوق العمال، وسبيلا للدفاع عن كرامتهم، وسبيلا للمسيره داخل المؤسسه، لان حتى المؤسسه كتهمنا بواحد الشكل اللي هو كبير، وكناكلوا فيها طرفه الخبز، دونك كيهمنا وكتهمنا المصلحه ديال المؤسسه، وكيتهمنا العجلات تبقى دايره، وكتهمنا المصالح ديال العمال وديال الشغيله، ونتمنى على الله يكون خير، ونتمنى على الله تكون اذان صاغيه لهاد الناس هذه.